هلا بشكل عام كمقدمة عامة عن سبيد تايم بروفايل، في عنا أحد العوامل لازم ناخذها بعين الاعتبار، هل اللي بنقولهم goods ولا people؟ إذا كان اللي بنقولهم goods ما فيش عندي مشكلة من ناحية الجير، فما في حاجة إني أعمل restriction على الجير. فإذا كان goods إذا جير بقدر أعملها infinity، ما في مشكلة. إذا كان اللي بنقولهم ناس people عشان الكمفورت، لغرض الكمفورت والراحة، جين ريستريكتد. وعادة زي ما حكينا جين بدها تكون بحدود 1 لـ 1.5 متر بير سكند. أوكي ماشي واضح؟ في جميع الحالات الأكسلريشن راح تكون ريستريكتد في كل الحالات. إذا أكسلريشن restricted in all cases. وبتتذكروا حكينا الاسباب ليش بنحدد الاكسلريشن. عندنا اول شيء اذا كانت الاكسلريشن عاليه راح يكون في عندي بدي انفينيت فورس. خلينا احطهم هون. ليش الاكسلريشن لازم تكون restricted؟ acceleration restricted لاربع اسباب. اول شيء اذا كانت الاكسلريشن انفينيت راح احتاج very high torque او force. وهذا طبعا مستحيل. اذا كانت الاكسلريشن مش ريستريكتد، اذا ما حطيت عليها ريستريكشن راح تكون بدي فيري هاي تورك او فورس. السبب الثاني انه هيومن سيفتي، فلازم اعمل حد على الاكسلريشن عشان الخطر على الاشخاص على الناس. السبب الثالث اذا كانت الاكسلريشن عاليه راح يكون الفورسز عاليه، واذا كانت الفورسز عاليه ممكن تعمل دامج للإيكوبمنت. السبب الرابع ما حكينا احنا عنه او ما شرحتوش انا بالتفصيل، اللي هو وقوع الاشياء. اذا انا بعمل اكسلريشن عالي، لو عندي مثلا زجاجات مثلا او عندي اشخاص واقفين مثلا في باص، اذا كان الاكسلريشن عالي راح يصير في عندي فولز اوف اوبجكتس اور people. أمثل عليها لو كان عندي مثلا أنا لو كان عندي باص باص والناس بيكونوا واقفين فيه والناس هون بوقفوا وممكن يمسكوا ممكن ما يمسكوا. على لو هذا الباص التسارع فيه بهذا الاتجاه كان عالي مثلا كان 2 متر بير سكند سكوير يمكن ما يكون في خطر، ما يكونش في كم خطر من ناحية السيفتي، بس إيش المشكلة بتصير؟ السقوط راح يصير في اكسلريشن شديدة وراح يصير في فولت. او اذا عندي اوبجكتس مثلا، اذا عندي زجاجات مثلا او ايتمز عمالي بعالجها مثلا بعمل فيها شيء مثلا هون خط انتاج، اذا خط الانتاج كان الاكسلريشن عالي ايش راح يصير في هذول؟ راح يوقعوا كلهم. اذا هذول هم الاربع اسباب ليش احنا لازم نعمل ريستريكشن على الاكسلريشن في الدرايف سيستمز. نعم فرضا انه الجيت تبعتها انفينيتي، بس هو فعليا مش حتكون جيت انفينيتي بس بالعاده يعني نوت ريستريكتد. اوكي لا بس دكتور يعني بالعاده كم تكون قيمه الجيت؟ هلا عاده ما بنعرفها بالضبط بالجودز، ما يعني احنا ما بنتحكم فيها. هلا هي ما راح تطلع انفينيتي، كانت تطلع 10 بحاله الجودز، بس بحاله البيبل ما بدنا اياها تزيد عن 1 لـ 1.5. هلا هون انا ما بتحكم فيها بشكل مباشر، راح تطلع معي راح يطلع معي فاليو بس انا ما راح اتحكم فيه. اوكي إذا هي هلا لما نيجي نطلع على أي مسألة بدها سبيد تايم بروفايلينج بدنا نسأل هذا السؤال، هذا السؤال واضح جوابه. ما فيش لازم يكون في ريستريكشن على الأكسلريشن. السؤال التالي هل أنا بنقول جودز أو بيبل؟ وبعدين السؤال الثالث هل في ريستريكشن أو نوت سبيد؟ إذا إذا في ريستريكشن أون توب سبيد إيش لازم ألجأ لأي بروفايل؟ إذا في ريستريكشن أون توب سبيد يس بدي ألجأ للترابيزويدال. هذا طبعا هذه هون فيه وهذا فيه. إذا ما في ريستريكشن على توب سبيد معناها راح ألجأ للتراينجل وهذا هون فيه. إذا عندي هذول هي أربع حالات goods people restriction on top speed no restriction on top speed. فإذا رسمناهم هذول الأربع حالات راح يطلع معي الشكل التالي. لو كان عندي goods و no restriction on top speed راح يكون عندي triangular profile. واضح انه الجيرك هون infinite. ليش؟
بتطلعوا هون او بتطلعوا هون او بتطلعوا هون، ايش بتلاحظوا؟ في عندي discontinuity في المشتقة. ماشي، اطلعوا هاي هون، شايفين هاي هون كيف جاي هيك وهيك او هيك وهيك؟ لو اشتقيتها اول مشتقة لها ما بطلع فيها impulse، المشتقة الثانية ايش بطلع فيها؟ impulse. لكن لو كان عندي people بس ما في restriction on top speed، ايش راح يصير عندي؟ هلا هون واضح انه جي ايش؟ اذا هذا people no restriction on V on عندي goods restriction on okay for no restriction okay. إذا هذول الحالتين people good، واضح إنه هون الجيرك finite. ليش الجيرك finite؟ طلع شايفين هاي كيف جاي هيك هون، هاي كيف جاي هون، وهاي كيف جاي. طيب هلا لو اخذنا الحالتين الاخرين، اذا هذه خلينا نحطهم هون في مربع عشان نفصلهم لاربع حالات. راح احط خط هون وخط هون. هلا لو كان عندي restriction on top speed بس هون طبعا عندي goods. وهون عندي people. وهون عندي no restriction on V وهون restriction on V. ايش راح يصير معي هون هلا؟ اذا في restriction on top speed اذا ما بقدر اطلع اكثر من سرعه معينه، ايش بصير speed time profile هلا هون؟ طيب وهون بصير عندي speed time profile. شو الثمن اللي دفعته لما اضطريت اني اعمله ترابيزويدا؟ وقت اطول. بالضبط، وقت اطول. انا بفضل اني ما يكونش عندي ريستريكشن التوبس، بس انا من ناحيه واقعيه المحرك تبعي ما بقدر يلف اكثر من سرعه معينه، في له سرعه معينه احيانا ما بقدر يلف اكثر منها، فلما بوصل عند النقطه هاي بقدرش اكمل، ما بقدر ازيد السرعه، فبضطر انا اوصل عند النقطه هاي امشي ات كونستنت سبيد بعدين انزل. المسافه هاي نفس المسافه هاي بس الزمن هون صار اطول. نفس الشيء، المسافة هاي نفس المسافة هاي، كيف بعرف انه المسافة هاي نفس المسافة هاي؟ بدها تكون المساحة هون نفس المساحة هون. المساحة هون هي ايش؟ ايش المساحة تحت هذا الكيرف؟ هذا الكيرف ايش الاحداثيات تبعته؟ ديستنس، لأنه هذا V of T وهذه T، لما بضرب V of T ايش وحدتها؟ متر بير سكند، لما بضربها ب سكند شو بتعطيني؟ متر، إذا المساحة هاي هي ديستنس، ونفس الشيء هون المساحه هي ديستنس، المساحه هاي نفس المساحه هاي بس اضطرينا ناخذ زمن اطول حتى اوصل، لان ما قدرتش اوصل للتوب سبيد من هون، ونفس الشيء من الحاله هاي. هلا هون لاحظوا هي عندي تو فاريبلز، عندي جودز بيبل، فالجيرك هون فاينايت ريستريكتد، هون الجيرك انفينيت، وعندي هون ريستريكشن اون توب سبيد نو ريستريكشن عفوا اون توب سبيد ريستريكشن اون توب سبيد، اعطانا الاربع حالات المختلفه هذول. اوكي؟ إذن هاي ملخص لا